عندنا استغاثة تانية، يمكن النهاردة الحلقة برضو يوم الجمعة زي ما حضراتكم متعودين شوية، بيبقى فيه شوية حاجات كده وأحداث وأمور مهمة واستغاثات أنا بهتم الحقيقة، يعني برضو أي حاجة يعني أهلا بيكم باللي بيبعتوا لنا رسائل وكده. عندنا برضو يمكن اتكلمنا عن حالة الهيموفيليا في الحلقة الأربعة اللي قبل اللي فات، ولقيت الأستاذ يوسف بيكلمني عشان ولاده عندهم نفس الحالة. أستاذ يوسف برحب بحضرتك معانا. مع حضرتك اهلا بيك يا استاذ يوسف، والف سلامه لاولادك مينا وكرولوس الاثنين. الله يخليك طيب الله قول لنا يخليك يا المرض فندم. الايه وانت محتاج ايه؟ هو انا عندي ولدين، عندي 3 اولاد، عندي بنت وولدين. الولد الكبير 22 سنة والصغير 16. اكتشفنا مبكرا مع الولد ان عنده سيولة في الدم هيموفيليا من هو عنده 3 سنين تقريبا. ابتدت المشاكل بقى من بداية كنا بنعمل له لوز ولحمية، فاكتشفنا موضوع السيولة، وبنعاني طبعا معاناة في عدم وجود الحقن والتأمين اللي هي حقنة الصحي. طبعا في حضرت فاكتور 8 فاكتور 8 فاكتور 8. طبعا في التأمين الصحي كانوا بيدونا اللي هو الفرايو اللي هو مشتقات الدم، وطبعا دي من متبرعين. فطبعا الولد الصغير مع الأسف عندي أصيب بفيروس، يعني البنت عنده عندها دلوقتي كام سنة؟ طيب عايز أستاذ يوسف البنت الحمد لله سليمة. البنت نشكر ربنا البنت ما جاش فيها، لكن ممكن تكون حاملة. لكن هو الولد الولدين اللي هو صعب المرض جدا ظهر في معاهم، كرولس فجيت ومينا. ومينا تمام مع ألف الأسف يعني سلامة. بنعاني منه معاناة. طيب يعني طبعا عنده المفاصل تقريبا، يعني عندنا مفصل حية بسبب عدم وجود الحقن طبعا، وفي خلال الفترة اللي فاتت مع ارتفاع سعر الدولار كمان يمكن كان بتوفر لنا حقنة أو 2 أو 3 في الشهر، هما دلوقتي بيحتاجوا أصبحنا قد ايه دلوقتي؟ كام يعني حقنة في الشهر يا استاذ يوسف؟ على الأقل يعني هو المفروض إنه في حالات الإصابة لو بيحشي ضرس، لو بيخلع، لو وقع على ركبته، لو نام وقام، لأن ده نزيف تلقائي زي ما حضرتك عارف. يعني الهيموفيليا دي أو سيولة الدم ممكن يبقى نايم كويس، يقوم الصبح مش قادر يدوس على رجله أو كوعه أو إيده أو بقه بينزف أو أي حاجة من دي. فعلى الأقل هيحتاج له مش أقل من 10 حقن في الشهر للواحد منهم. طبعا ناهيك عن ان الاثنين عندهم عاهات، الصغير اتولد من غير فتحه شرج، عنده مشكله كبيره 16 سنه لغايه النهارده يا ربي. مع الاسف بيستعمل بامبرز وكلام من ده، الحاله مش مظبوطه. والعمليه هنا كل الناس تسمع هيموفيليا محدش عايز يقدم عليه او محدش عايز يعالجه يتجرأ، طبعا. اي الكبير ده الصغير اللي عنده 16 سنه ما زال مع الاسف يعني طب انت بيمشي دلوقتي ازمتك محفظات. طبعا انه مش الحقن للاسف مش قادرين تلاقوها، وانا كنت من خلال الحاله التانية اللي عرضناها يوم الاربع اللي قبل اللي فات كان انه المصنع بتاع الحقن فاكتور 8 دي في نيو جيرسي، ف المطلوب كام حقنه تقريبا في الشهر؟ يعني هم لو هو يعني هيعمل حتى في الاسبوع حقنتين، يعني كل طفل على الاقل، كل ولد لان هم كبروا وزنهم كده، المفروض ان الحقنه ال 500 يعني بياخد 1000 في الجرعه الواحده، يعني كان مثلا لو 10 حقن 500 هياخدهم على 5 جرعات طيب لده او لده، يعني 10 حقن يا دوب 500. تمام. او انا اذا كانت بناشد الحقنه برضو 1000 الناس اللي يقدروا سواء من امريكا من اي حتة في امريكا او من عند المصنع نيو جيرسي، برجو انه لو يا ريت يا فندم، يتواصلوا يا معانا ريت يا فندم، يا ونحاول ريت، ازاي احنا نشوف نوصل لك الحقن دي. طيب بنعاني معاناة شديدة يعني جدا هي جدا مش بس انها غالية، وحصل. مش بس ان الحقنة ب 2300 جنيه، لكن كمان مش متوفرة. لا هي لو حتى متوفرة كانت في الفترة اللي فاتت مش متوفرة نهائي، يعني لغاية وانت وقتنا اللي هذا بتدفع شائعة ولا في جدا. تأمين صحي بيغطيهم؟ لا مفيش تأمين صحي، التأمين الصحي احنا قعدنا اكتر من، مش عايز اقول لحضرتك، اكتر جلسه واثنين تمام. وثلاثه في التامين الصحي، ووقت ما بيجي لهم حاجات اكسبير، هم ما بيخجلوش ان هم ما بيتاخروش ان هم يدوا للناس لو موجود. بس مش عايز اقول لحضرتك لسه الاسبوع اللي قبل اللي فات انا بعته لهلال، رجله صعبه جدا، قالت له انت كنت هنا من يمه اسبوعين ما نقدرش ندخلته، اخذ كرايه بالعافيه وجاي تاني يوم تعب اكتر وحالته اللي هو طبعا لان هو الشبيه يعني مش اللي هي حاجة اللي هي مش الفاكتور 8 نفسه.
لا لا يا فندم، مش البلد البديل ده او حاجة. متبرعين، اه اللي هو الدم الابيض الكرايو او تمام. البلازما، هو ده اللي بناخده، بياخد 4 اكياس عشان يقدر يقف بس على رجله لغايه تاني يوم ما ياخد جرعه تانيه، ومع ذلك ما بيدوناش جرعه تانيه ولا اي حاجه خالص. ألف بيروح سلامة البيت ليهم، يفضل يتألم، ربنا يمد يحط إيده يا تلج أستاذ ويحط يوسف. بتاع. طب لا، يعني عايشين في مستشفى وحاجه صعبه جدا ربنا يعني، يقويك. وانا راجل صليب موظف، معلش. انا راجل موظف طبعا، ما فيش اي امكانيه، تمام. لدرجه ان واحد عايز تغيير مفصل والتاني عنده يعني التصاق في سقف الحلق نتيجه انهم قفلوا له بقه وبيباك وهو صغير عشان يقدروا يمنعوا النزيف. طبعا ده محتاج عمليه كبيره، وما يعني كل دكتور، انا مضاعفات لسه جاي من عند المرض دكتور، والتعامل معاه سببت مشاكل مع أكتر. الاسف اه مع سببت الاسف مشاكل. يعني، طيب لسه جاي عند دكتور اسمه الخربطلي من يمت حوالي شهر، قال لي معلش انا ما اقدرش امد ايدي فيه، ده هيموفيليا ممكن يموت في ايدي، وانا على الاقل هعوز 50 حقنه، انت هتجيب لي 50 حقنه منين؟ عشان يعمل عمليه عايز 50 صح حقنه طبعا. وعايز امكانيات معينه والحاجات دي. ابني بيتنفس من بقه بقاله اكتر من 17 18 سنه، طبعا السنان كلها اتلخبطت وحالته الصحيه متدهوره، فالعمليه مش مجرد هيموفيليا بس، تبعتها حاجات تانيه كتيره. طيب ألف انا سلامة راجل ليهم خلاص أستاذ اتلقى يوسف. مع، أنا بناشد الله المشاهدين يسلمك يا فندم، اللي يقدر الله إنه يسلمك. انا بس مش عارف هنتواصل معاكم ازاي، بس دي اهم حاجه ما أنت، يعني، إحنا بنتواصل احنا عن طريق زي ما أنت لقينا بعت خيط لنا امل رسالة. بنتمنى انه يستمر. أنت، أنا زي ما بعت لنا رسالة، أنا بناشد برضو اللي يقدر إن هو يتكلم معانا لقناة الكارما، واللي من نيوجيرسي أو اللي يقدر يوفروا الأدوية هنحاول برضو نضمك للمريض برضو التاني عشان خاطر الموضوع ده. واضح ان احنا كده عندنا ازمة في هذا المرض، وحقن فاكتور 8 وانها غالية مش مع متوفرة. الأسف اللي إنها يقدر غالية يدعم كمان يا فندم، يعني يدعم ان شاء الله يعني، وربنا يكرم زي ما اكرم ربنا برضو يخليكي، يعني كان ال، بنتمنى إن أنتوا اديتونا أمل، بنتمنى ان تكمل شاء الله ان شاء الله يا استاذ يعني يوسف ربنا تبقى يتمجد حقيقة فعلا، ونقدر نوقفهم على رجليهم على قد بإذن ما الله. نقدر لحد ما نشوف موضوع بإذن العمليات الله أنا كمان. بناشد كل اللي سمعنا النهاردة إنه اللي يقدر يساعد في توفر هذه الحقن، وإن إحنا نحاول برضو نشوف إزاي تنزل مصر مع أي ناس نازلين. يعني هنحاول إن شاء الله بجد إن إحنا إزاي نساعدكم، وفي نفس الوقت لو في متوفرة في مصر وحد سمعنا في مصر يقدر برضو يساهم في الحالتين، حالة مينا وحالة كورنوس يوسف عزم، يا ريت يتواصل معانا. بشكرك أستاذ يوسف، ربنا يكون معاك. والصلاة برضو بتمنى إنه كلنا نصلي من أجل مينا وكورنوس وكل واحد مريض وكل اللي عندهم مشاكل.